جزاكم الله خيرا. السائلة تقول: لقد انتشر في قريتنا عند ذهاب شخص لأول مرة للحج أن يقوم الأهل أو أهل هذا الحاج بعمل طعام ودعوة للجيران، فما حكم ذلك وهل هذا من البدع؟ التزام ذلك يكون من البدع، لأنه لا يشرع أن المسلم إذا أراد أن يحج أن تعمل وليمة وأن يدعى الجيران، أو إذا قدم من الحج كذلك أن تعمل وليمة ويدعى الناس إليها. التزام ذلك واعتقاد أنه من الواجبات هذا يكون من البدع. أما إذا عمل بعض الأحيان عند قدوم الحاج ابتهاجا بقدومه وشكرا لله عز وجل على قدومه فلا بأس بذلك. نعم.